باسم أو باسم منصة الكريم الإلكترونية، تشرف ويسعدني أن تكون مع قامة عراقية أولا وعربية ثانيا، الأستاذ بغزارة عمها في تخصص ندرة أبحاثها على الصعيد العالمي في الصعوبات العلمية السكوبوس والجرافيك، كذلك المجالات المحلية. معنا هذا اليوم الأستاذة الدكتورة زهرة عدنان داخل الشمري، الأستاذة المبجلة حاصلة على شهادة فوق الدكتوراه البروفيسور في تخصص الأحياء المجهرية، حيث سوف تكون معنا في هذه الورشة التدريبية افتراضية بعنوان جرثومة المعدة لأسباب تشخيص والوقاية ولا. باسمي وباسمكم نرحب بالدكتورة زهرة، أجمل الترحيب. يمكنكم التفضل دكتورة. مشكورة. السلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبدء أحب أشكر منصة الكريم وبالأخص أستاذ أحمد الكندي وأحمد الشيخلي وكل الكادر لاستضافتنا على هذه المنصة، منصة الباحثين، لإلقاء هذه المحاضرة. عند البدء نتحدث على مقولة صحية تقول أن جرثومة المعدة هو خطر صامت. تعتبر الصحة طبعا من أهم أولوياتنا، وفي الآونة الأخيرة كانت جرثومة المعدة من أهم المسببات والأمراض التي تسببها هاي البكتيريا بشكل شائع. محاضرتنا اليوم تتحدث على جرثومة المعدة، الأسباب، الوقاية، التشخيص والعلاج. معكم الأستاذ الدكتور زهرة عدنان داخل الشمري، أستاذ في جامعة ميسان كلية العلوم قسم علوم الحياة تخصص أحياء مجهرية. بالبدء راح ناخذ لمحة تاريخية عن هذه البكتيريا. طبعا تم اكتشاف هذه البكتيريا في عام 1982 على يد العالمان روبرت ووارن وباي مارشال، العالمان الأستراليان. بالبدء اكتشفوا هذه البكتيريا وأكدوا هذه البكتيريا في ورقتهم البحثية، واكتشفوا هذه البكتيريا الحلزونية وبينوا بهاي الأوراق البحثية مالتهم أن أهم سبب لقرحة المعدة هي البكتيريا الحلزونية أو جرثومة المعدة، وليس مثل ما كانوا يتوقعون أنه هو سبب الستريس أو الحالة النفسية، التوتر أو حتى الطعام الملوث. لكن قبلت نظريتهم بالرفض والفتور، لذلك قام أحد هذول العلماء الأستراليين اللي هو باري مارشال بشرب صحن بتري ديش، يعني صحن لمزرعة بكتيريا تحتوي على هذه البكتيريا من شخص مصاب بجرثومة المعدة. بعد ما أخذ هذا الصحن والتهمه، فراح صار دي جرثومة المعدة وصار عنده تقرح بالمعدة. بعام 1984 نشرت هذه الدراسة مالتهم في الدورية أو مجلات الدورية الطبية في أستراليا، وحصدت وتصدرت أبحاثهم الدراسات. وفي عام 2005 حصل العالمان الأستراليان على جائزة نوبل في معهد كارلو سانك في ستانكهولم في السويد، وأثبتوا بأن جرثومة المعدة هي المسبب الرئيسي لقرحة المعدة. خلينا نشوف ما هي هاي البكتيريا. أشبه لوري أو نطلق عليها بالهيليكوباكتر. طبعا هاي البكتيريا هي جرام نيجاتيف، تنتمي للعائلة المعوية، يعني الإصابة مالتها في الجهاز الهضمي، هي تكون حلزونية. هاي البكتيريا تسبب لنا 90% من الديودينال ألسر، تقرحات الأمعاء، و80% من الجاستريك ألسر، من تقرحات المعدة. ما الذي يحدث عندما نصاب بهذه البكتيريا؟ هاي البكتيريا الحلزونية أو ما يطلق عليها بجرثومة المعدة، إنه هي تسبب لنا الأكوت ميكوسال إنفلاميشن، الإصابة الحادة في المعدة، وبعدين تتحول إلى الكرونيك ميكوسال إنفلاميشن، الالتهاب المزمن. طبعاً سبب هذا الإصابة الحادة والمزمنة يكون بسبب وجود بعض أنزيمات وعوامل ضرارة تؤدي إلى أن تحطم نسيج المعدة وتكون ما يسمى بالقرحة. هسه راح ناخذ صفاتها general characteristic of لهذه البكتيريا اللي هي تكون جرام نيجاتيف عندما نصبوها، راح نشوفها هي جرام نيجاتيف. أيضا راح نشوف حلزونية spiral أو curve shape، أو حتى مرات نشوفها متعددة الأشكال. لها القدرة أن تتحرك وتخترق penetration and colonization of mucosal environmental للستومك، تستطيع أن تخترق جدار المعدة، وراح نشوفها هناك تبقى في هذا الجدار فترة طويلة ممكن، بمساعدة أيضا
الحركة مالتها اللي تحتوي على خمسة أصوات قطبية. من صفاتها الأخرى أن هي تكون مايكرو إيروفيليك، تكون محبة للهواء بشكل قليل، ونشوفها تتحول إلى من الشكل العصوي إلى الشكل الكروي في حالة وجود الأكسجين كنوع من أنواع الحماية إلها. أيضا لها القدرة أن تخمر فيرمنت وتؤكسد الكربوهيدرات للحصول على الطاقة. خلينا نشوف هسه هاي البكتيريا. هو هاي البكتيريا طبعا الحلزونة الملتوية الحلزونية نطلق عليها، وجرثومة المعدة شكلها عصوي وطويل، أيضا تحتوي على خمسة أصوات، وهذني مهمة جدا الأصوات للالتصاق بالخلايا الطلائية للمعدة. من أهم العوامل اللي تساعد على جرثومة المعدة منها تكون عوامل وراثية genetic factors، وأيضا عوامل أخرى منها الكراودينج الازدحام، يعني العيش في الأماكن المزدحمة، البوفرتي اللي هي الفقر، والإدوكيشن الوعي أو التعليم، عندما تكون الفئة المصابة أقل وعيا وعدم المعرفة بأهمية هذه البكتيريا وأضرارها فراح تكون الإصابة أكثر، إضافة إلى أنه بالمناطق الهاي بريفيلنس أريا لما تكون المناطق المنتشرة به أكثر فراح أيضا يصير الإصابة أكثر بشدة أكثر. وأهم عامل اللي هو الإيج العمر. أخذت هذا الكيرد من ورقة بحثية اللي تربط علاقة الانديفيدوال بوزيتيف أوف إتش بايلوري وعلاقة العمر، العمر مع الإصابة. راح نشوف الكيرف هذا الكيرف للدول المتطورة أوروبا أمريكا أستراليا، وهذه الدول النامية إيش راح نلاحظ؟ راح نشوف طبعاً مقابل العمر من 0 إلى 80 كل ما يكون الكيرف أقل يعني واطي كل ما معناته الإصابة أقل، وتزداد الإصابة من العمر تقريباً 50 إلى 80 هذا في الدول المتطورة اللي هي developed country. 14 دولة باخذ طبعاً هاي الدراسة، لكن في الدول النامية نشوف الإصابة من الأعمار الصغيرة، يعني الأعمار حتى تقريباً الأشهر، تقريباً الأشهر 6 أشهر إلى كل الكيرف مالت كلش صاعد وإليفيتد عالي إلى أعلى، فراح نشوف أكو فرق بين هذا. طبعاً يرجع إلى نفس العوامل اللي قلتها قبل شوية، جينيتك، عوامل وراثية، عوامل العمر، كل ما يتقدم الشخص بالعمر كل ما المناعة مالته تقل فتحدث إصابة أكثر، أيضاً التغذية، المكان اللي يعيش به الشخص، الكونتري، التغذية وغير من العوامل. الشخص المصاب بجرثومة المعدة، ما هي الساين اند سيمبتومز، الأعراض والعلامات؟ من أهم الأعراض والعلامات أنه هي تكون الشخص هذا يكون عنده غثيان وستوميك والتهاب المعدة الحاد وحرقة بالمعدة، وأيضا abdominal pain التهاب البطن أو الألم في البطن حاد، ونقصان بالوزن، وعندنا فقدان الشهية و تجشؤ والبلوتينج الانتفاخ في البطن، وحتى إضافة لذلك الارتجاع المريئي. هذا الشكل يوضح البابتيك ألسر ديزيز أو ما نطلق عليه بالكاستريك ألسر. شنو الفرق بين البابتيك ألسر والكاستريك ألسر؟ البابتيك ألسر هو أنه كل تقريبا الجهاز الهضمي من الإيزوفيغس المرء والمعدة والأمعاء راح نشوف انه نصابون بالقرحه، هذا المرء مصاب والالسر هنا بالمعده، وحتى نقدر نشوفها بالامعاء. اذا 3 مناطق نقدر احنا نصاب بها. اذا كانت الاصابه في المعده نطلق عليها بالكاستريك ألسر، اما في المناطق يعني المناطق بالامعاء او بالمرء فنطلق عليها بالبيبتيك ألسر. هذا الشكل يوضح الكاستيك ألسر caused by H. pylori. يعني شنو معناته؟ هذا هو غشاء المعدة، غشاء المعدة يحتوي على ما نطلق عليه باليومن gastric layer. هاي المنطقة طبعاً كلش تكون مقاومة للحوامض قوية، تتحمل الـ HCl اللي يكون الـ pH مالته من 1 إلى 2، الـ HCl الموجود اللي يهضم المواد الغذائية اللحوم وغيرها. والطبقة السفلى اللي هي طبقة نطلق عليها بالإبيثيليال أو ميكوزال لاير، هاي الطبقة الـ H. pylori تفضل هاي الطبقة، راح ترحل من هاي المنطقة، هاي المنطقة راح تحاول تدخل إلى داخل الغشاء. ليش؟ لأن تريد تهرب من الـ pH، كل ما يكون الـ pH عالي كل ما هي ما تقدر تستطيع تبقى في هذا الوقت. لهذا
تلجأ إلى بعض التحورات للحصول على البقاء أو تبقى لفترة أطول في المعدة. إذا تعمل هذا هاي الألسر، هاي الحفرة، وبواسطة بعض الإنزيمات اللي تسببها أو تفرزها من داخل البكتيريا إلى الخارج للبقاء وللدخول إلى هاي المنطقة. كل ما تدخل إلى هاي المنطقة كل ما إلها أفضل. زين. الفيرولنس فاكتور لو أبني الإتش بايلوري، ما هي عوامل ضراوة؟ يعني شنو عوامل ضراوة؟ السؤال. عوامل ضراوة هي الأسلحة اللي تملكها البكتيريا للبقاء حية وتقدر تقاوم الجسم وتقاوم الخلايا كريات الدم البيض. المواد اللي تفرزها اما تكون سيلولار كومباوند يعني خلويه من داخل جسمها، او اكسترا سيلولار تفرزها من الى خارج الجسم. من اهم اللي تفرزها السيلولار اللي هي اندوتوكسين، السموم الداخليه، ايضا الاصوات، اصوات الفلاجيلا، الحركه مهم جدا راح نتحدث عليها، والالتصاق الادهيجن، التصاق بالميكوسا مال الغشاء المعدة، والإنفيزيفنس يعني الاختراق أو الدخول إلى داخل الستومك المعدة. وأيضا هناك بعض الأنواع من الإتش بايلوري أو هو حتى الإتش يحتوي على المايكرو كبسولة، على كبسولة رقيقة جدا أو طبقة نطلق عليها بالإس لير بروتين للحماية. أيضا هناك السموم اللي نطلق عليها بالإنتيروتوكسين، سموم معوية، والسايتوباتيك توكسين، هسه راح نشوفها بالشرح. هاي هي الاتش بايلوري او هيليكوبكتر بايلوري، تحتوي على خمسه اصوات، والخمسه اصوات تكون في جهه واحده، يجعل هذه الاصوات يعني شلون نقول ثقل عليه، فراح تكون تنحني في منطقه ومنطقه لا، يعني شوي صعوبه عليها بالحركه. تحتوي ايضا على اليوريز، هذا هنا منطقه تكون اليوريز وراح نتحدث عليه، والفلاجيلا للحركه، وايضا هذا هو الكروموسوم. الكروموسوم هو عباره عن حلقه تحتوي على قواعد نيتروجينيه لافراز او تحفير البروتين والتوكسين السموم. ايضا تحتوي على هاي التراكيب نقول عليها الصفرة، الادهيزين او البروتين الالتصاق، وايضا تحتوي على الممبرين. راح نجي هسه على اهم معادله لي بهذا، انه هذا ينفرز اليوريز. هو شنو اليوريز؟ اليوريز هو عباره عن انزيم تعمل هاي البكتيريا على تحطم اليوريا الى امونيا و سي او 2 الى ثاني اكسيد الكربون. هي ليش هيك البكتيريا تسوي؟ كل شخص كل يعني شخص يعتمد على اكل على اللحوم البقوليات اللي بيها يوريا، اللي بيها امونيا نيتروجين، تحتاج هي طبعا كمصدر للطاقه، وايضا هي تغير البي اتش مال المعده. كل ما تغير البي اتش مال المعده وتسوي داير مدار سحابه من القاعديه تحميها عن الاتش سي ال كل ما الها افضل، لكن هاي الطريقه تكون مؤقته، تحاول انه لازم تبدي بالمرحله اللي بعدها. اذا اليوريز هو عبارة عن إنزيم تفرز هاي البكتيريا لتحطيم الأمونيا اليوريا إلى أمونيا وتحول الوسط إلى قاعدي، لأن هذا الشكل أوضح. طبعا هذا هو الـ HCL هاي المعدة، وهذا غلاف المعدة. ما الذي تفعله هذه البكتيريا؟ تقوم البكتيريا بتغيير البي اتش، لأن البي اتش من 1 إلى 2، تحاول تحول اليوريا الى امونيا، فبالتالي يصعد البي اتش. كل ما يصعد البي اتش كل ما ان البكتيريا بالسيف سايد اذا راح تدخل للغشاء داخل المعده. اذا اول شيء راح تفرز اليوريز، راح يغير البي اتش. الخطوه اللي بعدها راح تستخدم الاصوات، الاصوات لمن؟ الاصوات للادهيجن الالتصاق، وكذلك للحركه، تدخل تريد تدخل في هذا الجذع. هنا ايش راح نشوف؟ راح نشوف البي اتش صار 5 إلى 7. شنو السبب؟ سبب لأن تكون الCO2 وتغير الوسط، بالتالي راح يصير تعادل، البكتيريا ما راح تموت، راح تفضل ليش؟ لأن هي تغير البي اتش، بعد ما تقدر انه تعيش بالHCl، فحولتها الى وسط قاعدي، بالتالي سيطرت. هنا راح تجي تخترق من هذا المكان الى داخل بطانه المعده. هنا اغلب الناس المصابين بجرثومه المعده واللي هي شائعه هسه، انه دائما البكتيريا تدخل الى هذا المكان وهنا تستقر. شافوا طبعا في بحوث حوالي من 90 الى 85% من الافراد individual يكونون اسيبتوماتيك. يعني شنو اسيبتوماتيك؟ يعني هسه احنا غلبنا عندنا، هي جرثومه المعده موجوده عندنا وكولونايزيشن ومستعمره وقاعده في هذه المنطقه، لكن هناك بعض العوامل تخليها تنشر منه. اولا انه هي تلعب بالبي اتش، ثاني
انه المناعه مالتنا تقل، انه الشخص يكون تحت طاقه ستريس، خوف، اكتئاب، ديبرشن، غيرها من الاعوامل، تغذيه، ف يعني تقدم بالعمر، فتبدي تشتغل هاي البكتيريا وتسوي المرحله اللي بعدها. هذا طبعا الكروسنج الكلاس لاير اوف ستومك، طبعا شلون الاتش بايلوري دخلت الى غشاء المعده، وهاي الطبقه اللي احنا قلنا عليها راح تبدي تخترق الميكوزا لاير او اليومن لاير اللي هي تستطيع تتحمل حموضه المعده. ليش المعده ما تذوب؟ لان هاي المطر كلش قويه وتتغير كل يعني تقريبا يعني يوم او يومين تتغير عم تتحمل حموضه المعده. راح تحاول تدخل الى هاي المنطقه، كل ما تدخل هنا كل ما هي بالسيف سايد وتقدر تبقى بهذا المكان. يعني اثر غلط بهذا، لكن تغيير اليوريز يعني مؤقت، لا لازم تحاول تهرب وتختل بمكان بعيد عن الـ HCL. هاي أهم نقطة عندها. من تدخل شلون تدخل؟ خلينا نجي نحكي عليها. طبعاً هاي البكتيريا هي شلون سوت ودخلت إلى طبقة المعدة أو طبقة حتى القولون. مرات بالقولون أكو قرحة، مرات بالمعدة أكو قرحة، فنطلق عليها بالبيبتيك ألسر بالقولون والكاستيك ألسر بالمعدة. شوفوا هنا شقيسة ونشوفها يشوفونها وناخذه من عندها بايوبسي، راح نشوف هنا البكتيريا خاتله بالمنطقه نطلق عليها بالستوميك لاير او الابيثيليوم. هذا ايضا صوره ثانيه هنا تقرح، طبعا يسمونه التقرح الكرونيك مزمن، يعني صار له سنه وسنتين وثلاثه وما يتعالج. شوف هنا هاي المنطقه هنا تقرحات، هاي كلها هي سبب يكون ايضا الشخص المصاب بالقرحه راح يشوفه ابدومينال بين عنده حيل وجع عنده، خاصه اذا ما ياكل، يعني اذا ما ياخذ ما ياكل يعني ويوزع يعني اكله او ما ياكل راح يصير عنده الم اكثر. ليش؟ راح ينفرز الاتش سي ال وجرح، فراح يصير عنده مشكله هنا. راح نحكي اكثر شيء بالتريتمنت نوضح عليه اكثر. ايضا هذا قرحه لكن مو قرحه نطلق عليها بابتيك او سطحيه اكثر. هنا هذا السلايد يوضح العلاقه بين هاي البكتيريا عندما تدخل، عندما تفرز اليوريز تغير اليوريا او اللي يتغذى على المواد اللحوم البقوليات، فهاي تكون كلش مصدر للنيتروجين او اليوريا، فراح تفرز اليوريز هي من عندها من داخلها، راح تحولها الى امونيا وسيوتو. شنو الفائده؟ على مود تغير الوسط مالتها لان البي اتش ما تقدر تتحمله لمدة ساعات أو تقريباً ساعة. تحاول تريد وين تدخل؟ تدخل في داخل الغشاء مالت المعدة، دخلت من هاي المنطقة اليومن اللي يسمونها إلى منطقة الإبيثيليال أو اللاير الستومك. ما الذي تفعله هاي البكتيريا؟ راح تسوي دامج فاكتور أو تفرز منه دامج فاكتور أو فيرنس فاكتور، اللي هن طبعاً هي هواي عندها فيرنس فاكتور، عوامل ضراوة أو أسلحة، لكن إحنا راح ناخذ أهم العاملين اللي هو الباك أي والجاك أي. ما الذي يفعله هذا الانزيم اللي ينفرزه من داخل او السم او البروتين من داخل البكتيريا الى الخارج؟ يعمل الفاك على تفريغ محتويات الخليه، كل هاي الخلايا تقدر تفرغها، ما تخليها اي شيء، تخليها وتاخذ وتخرجها الى برا. بعدين ايش راح يسوي؟ راح يدخل عامل ثاني تفرزه اللي هو الجاك اي، الذي يعمل على فك الترابط بين الخلايا، راح تفك الترابط وهو اخطر من الفاج اي. اخطر ليش؟ لان راح يفك الترابط ويحور بالنواه بالجين، راح يحور بالجين، بالتالي راح يتحول من الاكوت انفكشن الى الكرونيك انفكشن الى الجاستريك كارسينوما، الى سرطان المعده. واذا في حاله ما تعالجت اكيد راح يصير عنده كارسينوما وهو ما يعرف اصلا. زين، المناعه شنو؟ يعني المناعه موضوعها انه هي الاتش بايلوري جاي يسوي انفكشن، المناعه ايش راح تسوي؟ المناعه طبعا هنا موجوده في كل عضو، اكو خلايا نطلق عليها او جماعه المناعه يعرفون الخلايا المناعيه التندريك سيل او المايكروفاج. وهاي التندريك سيل لما تشوف اكو فد شيء غريب راح شو تسوي؟ راح تطلق ما نطلق عليه ماده كيموكاينز اللي نطلق عليها بالسايتوكون او اللايكو او الانترلوكين، وهاي الانترلوكين راح تصيح لنا شكو نتروفيل بالدم بالجسم، راح تجي بهذه المناطق عن نتيجه افراز الانترلوكين، منها انترلوكين 2
وانترلوكين 6 انترلوكين 8 انترلوكين 1 تومر نيكروسيس فاكتور الفا. ليش ده؟ معناته اكو في الضربه هنا اريد دعم من الخلايا المناعيه، راح تجي النيتروفيل مايكروفاج راح ميجريشن تهاجر الى منطقه الاصابه. هنا المشكله صارت، راح المناعه راح تفرز سايتوكان نطلق عليه مثلا نقول عليه برو انفلاميشن سايتوكان او انترلوكين 8. شنو هذا الانترلوكين؟ يجي هاي الخلايا تضرب هذا المكان، زين هو متضرر منه وهي تضرب منه، فش راح تموت الخلايا، يعني المناعه تبدي تموت المكان هنا، موت حتى هاي البكتيريا تحاول انه تموت. فبالتالي اذا صارت هذا طبعا نطلق هاي الحاله ب الاكيوت انفكشن في مرحله الاصابه الحاده. زين اذا تمرت هاي الحاله بدون ايقاف، انه ماكو الانترلوكين ما ينفر بعد لازم يوقف، اكو في خلايا مناعيه تفرز غير انترلوكين توقف هاي السيتوكاين 8 مثلا انترلوكين 10 وانترلوكين 12، فبالتالي اذا ما وقفت هاي العمليه راح ندخل احنا في مشكله اكثر واكبر، اعتقد هي تقريبا الكرونيك انفكشن كاستريك انفكشن، الالتهاب المزمن. احنا طابين على الالتهاب المزمن يستمر سنه وسنتين وثلاثه واربعه وخمسه، واذا بقينا راح تبدي بها مساعده عوامل الضراوه وتغيير الشكل، راح ندخل على الكارسينوما على سرطان المعده. لازم اكو برو انفلاميشن قبالها انتي انفلاميشن سايتوكاين، يعني ديما سايتوكاين تضرب هاي المنطقه واكو سايتوكاين توقف هاي العمليه، ما يصير تستمر على هذا الهجوم، ما يصير، لازم توقف في مرحله من المراحل. اذا احنا لازم كل اصابه احنا عندنا لازم يجي الخلايا المناعيه تضرب وتهاجم ولازم توقف عند فد مكان، ما يصير ضغط مستمره، لان احنا راح ندخل بما يطلق عليه بالسايتوكاين ستورم سيندروم، نفس فقره السايتوكاين ستورم سيندروم بتليف الرئه في جماعه كوروني اللي توفوا بسبب هاي السندروم تلازمه. طبعا هاي الورقه البحثيه نشرتها World Journal of Gastrointestinal Pathophysiology بينت العلاقه بين التولراك ريسبتر او الميونيتي والاصابه بالاتش بايلوري بعام 2014. الان راح ناخذ ما هي المضاعفات للاتش بايلوري. المضاعفات راح يكون السر يسبب لنا تقرح او يسبب لنا نزيف داخلي internal bleeding نتيجة انه قرحة وحوامض، واما تسبب لنا الابستراكشنز انسداد للاوعية الدموية او ثقب بالامعاء او بالتهاب الغشاء البريتوني، وراح يصير مشكلة بعد اكثر، والكاسرايتس التهاب المعدة الحاد والمزمن والستومك، بعدين يؤدينا الى منطقة او يؤدينا الى الستومك كانسر الى سرطان المعدة. راح نجي هسه على كيف نشخص الاتش بايلوري. شخص مصاب لازم احنا نجي نساله، نسال الطبيب شنو المشاكل اللي انت تعامل عليها. اول مره عنده راح يقول انا عندي مشكله سيفير ستوميك والابدومينال بين، عندي اني اصابه بالمعده او عندي الم بالمعده حاد، عندي فوميتينج، عندي بلادينج، ارتفاع درجة الحرارة، ارتجاع مريء وغيره من الأعراض والعلامات. إضافة إلى أنه لازم يبدي هذا الطبيب أنه يسأله على شلون، يعني أنت سويت تحليل ما سويت تحليل، فيضطر أنه نسوي له بعض التحاليل، منها تكون تحاليل أسرع نتحدث عليها. لكن من أهم الريسك يسأل على الأسباب، أنه طبعا التغذيه مالته كيف يتعامل، او يعني بغسل اليدين، يسال المهم بعض الاسئله. اللي من اهم التشخيص المختبر اللي هو ستول تيست، وهو طبعا فحص الفروج، ان ندور على الانتيجين والانتيبادي او الانتيبادي او حتى الانتيجين الموجود بهاي البكتيريا ان تخرج مع الخروج، وايضا البريث تيست اللي هو عباره عن غاز باب راح يشوفه غاز، نقيس بالكربون او سي او 2 اللي يخرج من تنفس الشخص المصاب، وهذا راح نتحدث عليه، وهو طبعا خطوه كلش مهمه بالتشخيص. وراح نشوف الابر اندوسكوبي اور بايوبسي، راح ناخذ خزعه بواسطه الناظور ونزرعها، وايضا البلود تيست وهو طبعا البلود تيست اللي هو فحص المصلي وهو ايضا سريع. هذا الحكي هذا هسه حكينا عليه، يعني عباره عن غاز
هذا عباره عن باك غاز. طبعا شنو هذا الفحص؟ هذا الفحص هو عباره عن كيس ويحتوي على طبعا نعطي للشخص المريض حبايه من اليوريا، وطبعا اليوريا اللي تحتوي على كربون. الكربون هو مشع لكن كميه قليله جدا، نطلق على بنقول سي 13، بسيط يعني ما يؤذي. عندما راح ياخذ هذا الشخص راح يصير عنده البكتيريا راح تتحلل، هل نفس الشيء تحلل اليوريا الى 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 امونيا والى سي او 2، والسي او 2 راح يروح للدم، ونتيجه التنفس راح يطلع هذا السي او 2 وراح نميزه عن السي او 2 العادي. ليش؟ لان راح يكون مشع. زين ليش راح نميزه؟ راح ناخذ هذا طبعا الكيس وندخله في جهاز نطلق عليه بالار اي اي ار ام اس او الايزوتو راديو ماس سبكتروميتر، وهو طبعا جهاز غالي. هناك جهاز وتقنيه اخرى نطلق عليها بالآي فريد سبكتروسكوبي، وأيضاً هناك جهاز آخر إذا ما موجود ندخل به اللي هو آي ثيرد سبكتروسكوبي، وهي طبعاً هذني الأجهزة لقياس كمية أو يشوف هل أكو كربون مشع، هل أكو بكتيريا حللتها. طبعاً خلال نصف ساعة راح نطلع النتيجة. كيف نوقع نفسنا من الاتش بايلوري؟ نوقع نفسنا بان انه نغسل الايدين. طبعا ماكو اي لقاح، نو فاكسين تو بروتكت اجينست اتش بايلوري انفكشن، ماكو اي لقاح الى الان. ولازم نغسل الفواكه والخضار، طريقه التغذيه، العنايه الشخصيه وغسل اليدين، طبعا تناول الغذاء اللي يعني المو ملوث، غسل الفواكه والخضار، والتاكد من انه الطعام ما ملوث او الفواكه، وايضا حتى المائل صحي. زين هنا انا راح نشوف كيف يصير العلاج، كيف يصير العلاج بين او الشخص مصاب بجرثومه المعده. راح يب طبعا حسب منظمه الصحه العالميه سوت بروتوكول علاج ثنائي وعلاج بروتوكول ثلاثي وبروتوكول رباعي. طبعا العلاج لازم يكون من 10 الى 2 ويكس، مرات الى شهر يعني الى 4 ويكس. وراح نشوف انه هذه المضادات قد تكون مرافقه مع ادويه تثبيط البروتون او ال HCL. يعني شنو؟ مثلا الامبرازول، الامبرازول هو طبعا ماده او مواد او علاج ينضع على مود ما يخلي ال HCL يروح للمعده. ليش؟ لان على مود القرحه، يعني تسوي قرحه حوي تسوي قرحه، فبالتالي راح ال HCL راح يصير عمليه ياثر على القرحه. ايضا نستخدم المترادندازول 500 ملي جرام والكلاثرومايسين. العلاج الثاني دوزة الامبرازول مع الاموكسيلين والكلاثرومايسين. ايضا اكو علاج ثاني اذا ما قدرنا يعني او نحصله، انه هو الامبرازول مع البايوسميث سبسوليت اللي هو احد ادويه تثبيط ال HCL، والمترندازول او الفلاجيل والتتراساكلين بنسبه 500 غرام ملي جرام ولمده 14 يوم. هناك مشكله، هو شنو السبب اللي يخلي شخص مصاب بجرثومه المعده يرجع مره ثانيه يصاب مره ثانيه؟ اولا المناعه، المناعة، الشخص إذا مناعته قليلة مثل ما هسه قبل شوية حكينا عليها، لا راح تجي التندركسيل ولا تجي النيتروفيل، اكو مشكلة عندي. زين؟ وراح يدخل بالأكيوت انفكشن. هاي وحدة، شغلة ثانية العمر. أيضا الشغلة الثالثة اللي دائما احنا نوقع بها، هي طبعا موجودة عندنا بشكل طبيعي يعني البكتيريا اسيبتوماتيك، بس احنا ما تعرض علينا ما تظهر علينا اعراض والعلامات، لكن مرات واحد عنده ستريس، عنده فد مشكله حاله نفسيه او صحيه، فراح تظهر الاعراض علامات شيء قليل بسيطه، لكن متى تلجئ البكتيريا ان تذهب وتدخل الى مرحله انه تفرز عوامل ضراوتها والسموم، عندما تكون المناعه مالتها مناعه الشخص تكون قليله جدا، بالتالي تدخل وتسوي ألسر. زين مرات شو نشوف الشخص مثلا يشرب مع يعني من ياكل ياخذ شنو المشروبات الغازيه، البيبسي، السفن، الميرندا، فهذا شنو راح يغير لنا الوسط، من يغير لنا الوسط راح تدخل هاي البكتيريا وتسوي انفكشن. ايضا طبيعه الغذاء، مرات واحد ياكل يشرب مي هذا غلط، هاي كلها اللي تاثر اكو شخص عنده يتعالج وترجع له مره ثانيه. ليش؟ لان عنده مشكله اما ما مكمل البروتوكول او طبيعه الاكل مالته، طبيعه التغذيه مالته راح تخلي هاي البكتيريا تنشط وترجع له مره ثانيه.
مرات ما تظهر الاعراض والعلامات، ندخل بالاكيو والكرونيك وندخل حتى على الكارسينوما وما تظهر الاعراض والعلامات. ليش؟ لان هي البكتيريا تكون موجوده في بطانه المعده. Thank you for listening. اللي عنده سؤال اخوان، اللي عنده سؤال ممكن يتسالون. شكرا حضرتك دكتور على هذه المحاضره القيمه. شكرا استاذ احمد، الله يخليك. ان شاء الله لديه اي سؤال او صح الدكتور يجيبكم ان شاء الله. اللي عنده سؤال اخوان، السلام عليكم. مرحبا دكتوره. اهلا وسهلا. هلا اهلا بيك. عفوا دكتوره، بس عندي كم سؤال بخصوص الاتش بايلوري اذا امكن. سالي حبيبتي سالي. بس ثواني. عفوا دكتوره، يم جنت شويه من رايي. دكتوره احنا عندنا الاتش بايلوري يعني اعراضه باكثر الاماكن، او خلينا نقول باكثر المرات عند الكيسات اللي تجينا واضحه وصريحه، يعني اعراض واضحه. صحيح؟ اي اي. لكن مرات مثلا اول ما يجي مثلا كيس للتحليل، شي يقولوا له؟ يقولوا له عندك امعاء مثلا، يقول لهم عندي الام بالقولون، عندي الام اسفل البطن. إيه؟ عندي الام مثلا مع عدم الشهيه، تصير عندي نغزات، ما اقدر اكل، يعني هاي سويته وطلع نيجاتيف. طبعا عنده غير مشكله، عنده غير مشكله ولا جزء احتمال القولون، عندما القولون احتمال. زين دكتوره مثلا القولون ايش قد ممكن يرتبط ويا الاتش بايلوري؟ ليمتى استبعده وليمتى اربطه؟ هي طبعا الطبيب الاعراض يعرف الاعراض والعلامات، الطبيب يعرف الاعراض والعلامات. تقول يعني عدي انا هيك، عدي هيك، عدي هيك، عندي هاي هيك، فشي سوى هو؟ راح يحط فد هو بباله اكيد اكثر من شيء، فراح يقول هيك وهيك احتمال سالمونيلا تيفو، احتمال صحيح لو لا، ما دام بالجهاز الهضمي فهو عنده 1 2 3 4 عليهم، صحيح لو لا؟ من دكتورة بس يعني التحاليل اللي تخص القولون، العفو دكتورة، التحاليل اللي تخص القولون اي بي اس لو اروح لتحاليل ثانية؟ بعد هو الطبيب يعني حسب الاعراض والعلامات اللي انت تريدين تجين اي بي اس. متى اجانا اوت يعني كمعلومة؟ يعني شلون اوت؟ يعني يجينا من دون طبيب، التشخيص يعتمد على ابو الصيدلية مثلا او على ابو المختبر. أو المختبر الشهري يفكر هاي الحالة. هو راح يحاول هيك يسوي له، يعني حسب يعني عنده الخبرة، غير هو عنده خبرة أكيد. أنت عندك تشتغلين بمختبر أكيد أنت عندك خبرة، مو صحيح ولا لا؟ بس الطبيب لازم طبيب، لازم طبيب، لازم طبيب على مود يعرض، على مود يعرفك وين يوجهك الطبيب شنو فاهم. يعني قصدك احنا من سوينا، فهمتك، من سوينا التحليل وطلع لنا نيجاتيف والشك أنا مالتي ما طلع صحيح، فلازم احوله مع الجهاز هضمي طبيب مختص. انت عبالك يعني راح تنحل المشكله؟ لا، لازم يظل يعاني، يعاني مره مرتين ثلاثه. يعاني فعلا فعلا. حتى احنا وقتها اهل الصيدليه انطوا ادويه وانطوا كورس علاج، ورا كم يوم رجع لنا نفس المريض، فاحنا ظلينا متفاجئين. تدرين شنو يساله؟ تدرين هو شنو يساله؟ يساله يقول له انت من تاكل يصير عندك الم؟ لو ورا ما تشبع يصير عندك الم؟ ابو القرحه، ابو الجرذومه المعده. أيه. اذا جاع يعني لا يعني ما يقدر، الم عنده. ليش؟ لان راح يصير الاتش سي ال ينزل للقرحه. صحيح. اي ولهذا هم ينطون ادويه مطبطه للاتش سي ال. انا برايي المفروض ما ينطون اتش سي ال يعني مطبطه الامبرازول. ليش؟ لان الاتش سي ال راح ينزل، ماكو ان سي ال، راح تلعب البكتيريا وبكيفها راح تدخل للغشاء. صحيح، راح تتكرر، تبي تبني نفسها من جديد. اي تتكاثر وترجع مره ثانيه بالنسيج. صحيح. ها هي دكتورة، شكرا، شكرا جزيلا. لا عفوا دكتورة، ممكن سؤال؟ اسأل استاذ، اسأل استاذ.
دكتورة مسموح لنا إنه نأخذ الملف اللي شرحت فيه في المحاضرة. هي جزء لكم يا علي. دكتورة عفوا إذا حضرتك. أسألك يا علي بصعوبة ماكو مشكلة. إي والله كل ممنون لك. مشكلة جزءك يا علي. حياك. نعم بصوت تسمعيني؟ استاذ احمد. الو استاذ احمد. نعم دكتورة شكرا جزيلا حضرتك على هذه التقديم. شكرا استاذ احمد. شكرا لكم والمنصة. قد استفادوا. راح انزل الموفقيه ومنتجاتكم العلميه والاكاديميه. كذلك نتقدم بجزيل الشكر لجميع الحاضرين. نلتقيكم في ورش ودورات القادمه. شكرا استاذ. شكرا حضرتك دكتورة. شكرا للحضور.